السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. رسائل النور تحمل نور الإيمان لكل القلوب، تحمل قبس الهداية لكل الشعوب. سطرها رسول الله في مكة، وحملها رسل رسول الله إلى كل أرجاء أرض الله. فطوبى لمن صدق وآمن، وويل لمن كذب وكفر. رسائل النور كتبها عبد الرحيم بيبرس، من إخراج علي الزفتاوي. ويعود سليط إلى رسول الله بالمدينة وقد ترك باليمامة من يقرأ القرآن ومن يؤمن بالله ورسوله، ولم تلبث أن دخلت جميعها أفواجا في الإسلام، وتفلت ولايات كسرى من بين أصابعه واحدة فواحدة، كل ولاية برسالة من رسائل النور. لا قتال ولا دماء، ويستشيط كسرى غضبا. أهكذا تخرج الولايات من طاعتي بمجرد رسالة من محمد هذا؟ دع عنك الحديث عن رسائل محمد وسقوط ولاياتك العربية. أو ماريا، كفي عن نصائحك، كفي. خير من كل هذا الغضب أن تفكر في جيوشك التي يسحقها هرقل في كل مكان. لقد ألقت جيوشه برجالك في بحر مصر وطردتهم من ضفاف النيل، حيث ينبت من الحبة الواحدة من القمح 100 سنبلة. إنها الهزيمة يا برويز، إنها الهزيمة يا برويز. ليتك تفكر في خيانة قوادك بدلا من أن تفكر في رسائل محمد. أيتها المسيحية، إن قلبك يهفو إلى المسيحي هرقل، عدوي وعدوي ديني، وإن عينك ترنو إلى الصليب المقدس الذي دفنته في تراب أرضي، فلا يراه أحد، لا أنت ولا هرقل ولا أحد من الروم. ألم تكن أهديت لي صندوق الصليب المقدس يا برويز؟ إني أرى أن أبعث به إلى هرقل هدية مني، خطابا لوده واستلالا لغضبه. اغربي عن وجهي أيتها الكريهة ماريا. أتريدين لي أن أهادن قيصر، ذلك الذي جثى أمامي يوما يخطب ودي ويرجو أن أصالحه؟ أنا كسرى برويز، حفيد أنوشروان. ليتك صالحته يا برويز، ليتك صالحته. لو فعلت لما أفلتت منك الإسكندرية ذات الأسوار الحصينة والأبواب القوية، ومياه نيلها تتدفق من وراء الأسوار إلى حيث البساتين والحقول. فانظر، انظر كم من رجالك ضاعوا في فتحها، وكم منهم هلك اليوم وهم يطردون منها تحت وطأة هرقل. هرقل، هرقل، كأنما يعجبك هذا المفتون من أبناء دينك. برويز، هو شيرين أليست من أبناء دينك؟ شيرين إنها زوجتي مثلك. نعم زوجتي. زوجتك؟ ما تقول يا برويز؟ أجل، ولكنها ملكة الملكات، جميلة الجميلات. من أجلها أرد الصليب لهرقل، وأرد مفاتيح الإسكندرية إلى حاكمها الرومي. من أجلها أقيم الكنائس ليصلي فيها أصحاب الصليب أمثالك وأمثال قيصر. أيتها الإسكندرية يا أجمل المدن، حكمتك 10 سنوات فأعطيتني ذهبك وفضتك وسفنك، ولكنك في النهاية تعرضين عني وتخونين ملكك وتنحنين لملك جديد. دعك من الذكريات يا زوجي الذائع،
إنما أنت كسرى أعظم الملوك. أين شهربناز؟ أين شاهين؟ أين سباه؟ قوادي حماة المجوسية أين هم؟ أين شيرويه ابنك يا ماريا؟ أين هو الآن؟ لابد أنه ذهب ليستمتع برحلة صيد كعادته، وكأننا لا نحارب، وإلا في أين هو؟ أين؟ أيها الخدم، إياكم أن تفلت منكم الهود، أمسكوها بالكمامات. أسرعوا، لقد هرب الأمير شيرويه في صيدها، فحذري أنت منكم الخد الواحد برجلين. افرشوا بالساط هنا، وليعمل مطارد الذباب قبل أن تعدوا طعام. لقد تعبنا سباه، أليس كذلك؟ نعم أيها الأمير شيرويه، ولكنها أمتع رحلة صيد. ولعلها آخر رحلة الصيد يا سبا. آخر رحلة الصيد؟ ولما أيها الأمير؟ قلبي يحدثني بذلك. لعلها أنباء حربنا مع الروم يا أيها الأمير. لقد طرد جيشنا من مصر. ما لي أنا وحرب أبي مع هرقل. الحياة بلا حرب أجمل، نخرج هكذا للصيد حينما نريد ونضحك ونلعب. سباه، منذ كان أبي على عرش المجوس وهو يحارب، فماذا جنى سباه؟ جنى مجدا لا يدانى يا شيرويه. حقا؟ أو تظن ذلك؟ عندما تصبح ملكا أيها الأمير ستكون متعك أكثر وأجمل، وستجدها في الحرب والقتال حتى النصر. ما أجمل النصر على العدو يا شيرويه. ومن يكون ملكها غير يا سبا؟ واحد من أخويك، شهر براز ومردشاه، فحذار أن يسبقك أحدهما إلى عرش فارس فيذلك إذلالا، فأنت بالملك أولى. لا تقلق يا سبا، فهذا كلام سابق لأوانه، فإن أبي ما زال ممسكا بصولجانه. شهر براز ومردشاه يتحفزان لسلب هذا الصولجان والجلوس تحت التاج المعلق بالسلاسل الذهبية التي طولها 70 ذراعا. لا تخف، فأنا ابن ماريا، وماريا ملكة فارس المسيحية، ابنة مريق القيصر السابق. إن مريق هذا جدي يا سباه، فأنا رومي النسب. إذن أتعني أن هرقل قد يساعدك على ملك فارس كما ساعد؟ نعم يا سباه. أطلب أن تسرع. نسرع معا يا سباه، يا أخي في الرضاعة. يا من تعرف بلاءك السيوف والدروع والمعارك. نعم، نسرع معا، معا نثب على العرش قبل أن ينهار كل شيء على رأس أبيك المنهزم. المنهزم؟ أمنهزم هو سباه؟ بعد أن انهزم في مصر، ولابد أن هرقل يضرب ضربته في الشام. عجبا، وقوادنا شهر براز القائد الأعظم وخريام وشاهين، ألا يصنعون شيئا؟ إنهم أعجز من أن يقفوا في وجه هرقل. فما العمل إذن؟ لو أمرني مولاي كسرى لكان الأمر اليوم مختلفا، ولكن شهر براز وهو القائد الأعظم يكرهني. وأكره أبي، ولا يحب إلا نفسه ومجده. تمنيت لو كنت الساعة مكان شهر براز لعل نبيع أن ننفذ شيئا. أحدثن أبي في أمرك سباه، فمجد فارس قبلك. هيا بنا نواصل الصيد الآن. لا، بل نعود لنرى الرأي مع أبيك. هذا أفضل. ألم أقل لك سباه، قلبي يقول لي هذه آخر رحلة صيد لي،
وإني لأشعر بأحداث جسام تكتنمي تغرق حياتي. هيا هيا. وتتوالى الهزائم المنكرة القاسية على كسرى بارويز، وتبدو الحياة حالكة اليأس وبلا بارقة أمل، فإن أخبار ميادين القتال تأتي كل يوم بما هو أسوأ، ويأمر كسرى فتنعقد محكمة من الأمراء لمحاكمة قواده الخونة. أيها الأمراء، يقول زردشت نبي المجوس: سوف أذهب لأعظ قومي وأخبرهم أن غارات التورانيين على بلادنا واستيلاءهم على قطعاننا وأموالنا هي بإعاز من الشيطان الشرير، ويقول زردشت إنني سوف لا أستسلم إليه، إن مارد الظلام الكبير سوف يقهره إله النور. أيها الأمراء، أعضاء المحكمة، دعوتكم اليوم لمحاكمة شاهين القائد المنهزم في خلق دنيا. إنه الأماثل أمامكم، نصدر كلمتنا عليه. شاهين، أيها القائد سي، لماذا سلمت خلق دنيا لهرقل؟ لا تكذب. لقد بذلت قصارى جهدي يا مولاي. جهدك؟ أتسمعون أيها الأمراء؟ لبذل جهده. لا تسخر يا مولاي، فإنك تعرف من أنا في القتال. أي قتال هذا؟ أيها الجبان الذي وترك خلق دنيا لهرقل. لقد جاء هرقل من البحار كأسطول ونحن بلا أسطول. فسلمتم له خلق دنيا بلا قتال؟ لا، بل بقتال مرين يا مولاي كسرى. عظيم، وقليقيا كذلك. ألا تعرف أيها القائد الجسور شاهين إن قليقيا هي أحد الأوتاد التي تشق الأرض شقا بين النيل والبحر الأسود؟ أعرف. تعرف؟ إنه يقول أعرف يا أمراء فارس، إنه يعرف. لقد كثف هرقل على قليقيا ليتخذها مقرا له يدير منها المعارك، وقد طلبت العون من القائد الأعظم شهر براز فأبطأ، فسقطت قليقيا أيضا. شهر براز القائد الأعظم؟ إن له عندي حسابا عسيرا عسيرا. أيها الأمراء، أعضاء المحكمة، ولكني جمعت جندي مرة أخرى وثالثة، واندفعنا إلى قليقيا، فباءت المحاولتان بالفشل. طبعا طبعا، وعدت إلينا ذليلا مقهورا، أنت يا من فتحت مصر. إن لي قائدا أعلى هو شهر براز، يجب أن تسأله يا مولاي لماذا كان يكثر من زيارته لهرقل. ها، ماذا تعني؟ لقد لعبت الخيانة دورا في هزيمتي يا مولاي كسرى. كان شهر براز قد اتجه مع جيش عظيم إلى نينوى، قال إنه يريد أن يسد الطريق أمام الروم حتى لا يدخلوا دستكرد، مدينتك المفضلة هذه يا مولاي. أقسم يا مولاي الأعظم إني حزين، حزين لما نحن فيه. لماذا لا يحرك هؤلاء الأمراء الماثلون أمامي إلى ميادين القتال كما يفعل أمراء الروم؟ لماذا لا ينبث رجال الدين والكهنة المجوس بين الجند كما يفعل سرجيوس وبقية الرهبان والقصص مع جيش هرقل؟ وأنت ماذا فعلت؟ ستقول إنك جمعت أخشاب الشام ومصر لتصنع أسطولا، فشب حريق أكل الأخشاب قبل أن تصنعه. عاجز، عاجز أنت يا شاهين. هذا كلام العاجزين، كلام لا يقوله قائد من قواد كسرى بارويز حفيد أنوشيروان. اخلعوا عنه ملابسه، فقد أصدرت حكمي عليه.
أتدري ما أنا صانع بك يا شاهين؟ اصنع ما تشاء أيها الملك، ولكن استمع إلي قبل أن تقتلني. عندما جمعت الأخشاب وأرسلتها إلى ميناء الإسكندرية ليصنعوا لنا منها أسطولا يحمي إمبراطوريتك، كان هناك في جنح الظلام فارس مقنع يشق الليل والصحراء والوديان، وعلى ظهر جوادك أنت. لحظة، افتح بسرعة أيها الإسكاف. من؟ مولاتي، هل من أخبار؟ اسمع أيها الإسكاف، خذ هذا الكيس أولا، اتركه أمري إطراق بحر الإسكان أولا كلمتين هرلو. فاذهب الساعة إلى تيودور قائد قيصر. أعرف الباقي يا مولاتي، قبل يصدق أيها الإسكاف، خذ خاتم هذا. ما هو المطلوب منه يا مولاتي؟ قل ما سمعته منه. يعمل في الصدق كثير، والمسيحيون أيضا. وما أسهل على الأخشاب يا مولاتي، إن لم يحرقها أحرقها أنا، فما أبغض في مثلما أبغض كسرى باروس. اذهب الآن وكن على حذر. كلكم تكرهون شيرين وتلفقون هذه أوغاد الجبناء. قيدوا هذا القائد المبل، أسرعوا. لا تخف يا شاهين، فلن أذبحك. كلا لن أذبحك، فقط أسلخ جلدك جزءا جزءا وأنت حي، ثم أجتث بعد ذلك رأسك، ثم ألقي بك للذباب والهوام والدواب. أسرعوا، فلقد أصدرت حكمي وانفضت المحاكمة. وفعل برويز بشاهين ما حكم به، ولكنه لم يهدأ ولم ينم، وهو يرى مملكته التي بذل من أجلها عمره وهي تتهاوى قطعة قطعة من حوله. لا تحزن يا حبيبي، إنك ما زلت كسرى الإله العظيم بين الرجال. شيرين؟ لا لا لا، أنا لا أصدق، فإن عينيك لتفيضان حبا لي وطهرا ونبلا، أليس كذلك يا شيرين؟ ماذا تعني يا حبيبي؟ لا 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 لا، فقد أثارت شجوني محاكمة شاهين، ولكنني معك أنسى يا شيرين، يا ملكة الملكات. ليتك تأخذين بيدي، فإني خائر الرأي والقوة. أيمكن أن لا 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 لا. ما بك يا ملك الملوك؟ كأنك تريد أن تقول شيئا. كنت أتصور أن لو أن جيش هرقل دخل هذه المدينة الغالية داستكورد، مدينتي أنا وشيرين. لما تفكر هكذا يا برويز؟ والمعارك لم تنتهي بعد، يوم لك ويوم عليك. منذ بنيت لك مدينة داستكورد هذه العزيزة، ونحن نعيش فيها بعيدين عن ضجة المدائن، تلك العاصمة الكريهة بكل ما فيها، وإني لا أتصور حالي اليوم، فكيف ينكشف المجد عني؟ كيف؟ كيف؟ لولاك يا شيرين، إنه أنت يا شيرين، أنت التي من أجلها صنعت كل شيء. ذراعي، إنك تؤلمني. غدا مع رسائل النور، كتبها عبد الرحيم بيبرس، من إخراج علي الزفتاوي.